الأسبوع اللي فات شفنا الفنان الكبير هاني شاكر وهو بيتكلم عن حياته وفنه، والأسبوع ده بنواصل الجزء الثاني من حوارنا مع هاني شاكر. بالراحل عبد الحليم حافظ، كلام ما ينفعش يتقال. عبد الحليم كان بيحاربك؟ هو يمكن كان زعلان. شفت نفسك ازاي كممثل سينما؟ يعني ما عرفتش اختار لنفسي صح. لو فكرت تمثل النهارده هاني، انا اعتقد ان ممكن تكون التجربه دي ناجحه جدا. ان شاء الله ربنا يسهل يكون في اخبار حلوه قريب. سمعت انا مش خرنج دي؟ يا نهار اسوح لما نبقى احنا قدام الناس كده نبقى بنسمع خرنج. الاغنيه عباره عن واحده بتقلع هدومها. في ذنب واصرار على هذه النوعية من الأغاني وهذا الأسلوب الرخيص في عرض الأجساد. إيه حقيقة الملك أول بك؟ اشترى. تشترى لمن يدفع أكثر؟ أنا لو حبيت أشتريها ممكن أروح أشتريها؟ بس هتدفع زيادة شوية. شايف إحنا فين بقى؟ إحنا بننزل. ممكن نسمع زحمة من فنان هاني شاكر؟ زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عدش رحمة، مولد وصاحبه غايب. أحيانا الأغاني هاني بترتبط بأحداث معينة، يعني في مثلا في ذاكرتك أغاني أنت غنيتها مرتبطة بقصة حب، مرتبطة بحزن، مرتبطة بفرح، مرتبطة بهجر، مرتبطة بأي حادث بيقع عليك أنت شخصيا؟ في حاجات، في أوقات حصل ده معاك؟ آه طبعا. زي آه إيه طبعا مثلا؟ طبعا. يعني أنا أول ما اتجوزت نهلة مثلا كان في مشاكل كتير بيننا وبين بعض، وده طبيعي في بداية حياتنا الزوجية. فالحقيقة هي استطاعت انها تنكد عليا نكد كبير جدا. yeah. لدرجة ان انا والله انت مع نفسك انت وهي بعد الحلقة بقى. طب مالكش رأي؟ انا ساكت. هي سعيدة قوي نهلة زي العسل. شوف انا نكدت عليك ازاي، خليتك تطلع غنوة حلوة كده، عملت غنوة اسمها كتبت لي السنين، دي كلامي ولحني. دي اتخانقت؟ اتخانقت معاها، جيت قعدت هنا طلعت العود واشتغلت. اشتغلت بالظبط. في اغاني تانية كتير، يعني وقت ما مثلا ما انا ببقى بختارها زي الحلم الجميل مثلا. انا دي غنيتها في اعقاب وفاة اخويا الله يرحمه، وحتى يمكن وانا بصورها انا كنت منهار. ماجد. كنت منهار مثلا وانا بصورها بصراحة. انا اخترتها على فكرة قبل ما يتوفى، لكن ما كنتش هحطها في الشريط اللي نزل ده. فلما خلصت الشريط وهو جه توفى بعدها على طول، اصريت انها تنزل وتتحط، وما حطيتها في الشريط، شلت غنوه وحطيتها هي اهداء لروحه يعني. ففي حاجات كده. بس انا عايز اعرف، انت وفاه اخوك ماجد، يعني ماجد بيعتبر بعد وفاه والدك الله يرحمه سنه 70، هو يعني الاخ الكبير وبديل الاب المفروض. بالظبط. يعني تلقيت الخبر ازاي؟ يعني عملت معاه ازاي؟ انا عايز اقول لك، يعني انا قعدت فتره طويله بعدها مش مصدق انه مات، لان هو كان كويس جدا. هو حبيبي الله يرحمه مات سكته قلبيه، فكان كويس جدا معانا. انا كنت معاه قبلها، هو كان ثاني يوم مسافر راجع على ابو ظبي هو ومراته واولاده.
وكنا لسه قاعدين مع بعض متعشين وقاعدين متكلمين وضحكين. ما صدقتش انا لسه وصلت البيت ولقيت مراته بتكلمني. لا احساس صعب جدا جدا يا عمر بجد. انك تشوف ولاده ومراته وتحس انه الموضوع جه فجأة بدون مقدمات, ده صعب جدا جدا صعب. جدا. الحلم الجميل والبيت الصغير فديت علينا الضار والوحدة زي النار. فديت علينا الضار والوحدة زي النار. راحوا اللي كانوا بيمسحوا بيتهم دمانا, راحوا اللي كنا بنرمي في أحضنهم قلبي مين من يومها طعم الحياة زي المرا. شعور قاسي اللي قوي قوي قوي. ربنا ما يحرم حد من حد عزيز عليه ابدا يا رب يا رب. ف لا الحلم الجميل صعب قوي كانت فعلا. لكن غلطه مش صعبه. لا مش صعب. طيب نفتكر. لا لا مش صعب. يعني نقول غلطه. مش صعب. لا غلطه جميله. غلطه في الوقت اللي طلعت فيه على فكره. يعني الشريط ده كان انتاج طارق عبد الله من الناس اللي انا بعتز بيهم وبحبهم جدا جدا وبعتز بشغلي معاه جدا. الشريط كان اسمه ليه ما نحلمش. من كتر ما غلطه نجحت اتكتب على الافيشات في الشارع غلطه وليه ما نحلمش. تخيل من كتر ما الغنوه قد كده علقت وسمعت مع الناس ونجحت. وكان طبعا طارق العريان صورها تصوير رائع. عملت وقتها نجاح كبير جدا جدا. عايز تسمع منها حاجه بقى. غلطه ندمان عليها وبقولك واسمعيها, قلبي مش ملك ايدك او لعبة بتلعبيها. غلطة غلطة ندمان عليها وبقولك واسمعيها, قلبي مش ملك ايدك او لعبة بتلعبيها. غلطة. الله. يا اخي انا كل ما اسمعك بحس بارتياح, بحس ان الدنيا لسه بخير. الحمد لله. والله بقول لك مصر وإن الفن جميل بدعاء الناس الطيبة, وفي فنانين أكيد جمال موجودين على الساحة. لكن هو أنت قلت لفظ جميل قوي, هي العشوائية على فكرة طالت الفن كمان, مش بس العشوائية في صحيح. في العشوائيات السكنية اللي احنا شايفينها حوالينا, لا فعلا في لخبطة كتير. يا رب يا رب, بتمنى من قلبي أن الأمور تستقر يا رب الفترة اللي جاية دي. أخبار الزمالك إيه؟ الزمالك طبعا انت زملكاوي صميم طبعا وقديم طبعا مظبوط طبعا. اخبار الزمالك ايه؟ راضي عن الزمالك الموسم اللي فات اللي خلص ده بتاع الدوري؟ جدا الى حد كبير اكيد. وسعيد وان كنت انا كنت بتمنى ان حسام كان يعني يتولى المسؤوليه من بدايه السنه, كان الزمالك هيبقى له شان تاني بصراحه. يعني غير ما جاء بعد هنري ميشيل ما مشي. لا انا سعيد بالزمالك. طب الزمالك ناقصه ايه او محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج مجموعة مميزة من اللاعبين اللي هيطعم بيهم الفريق القوام الأصلي للفريق. وأنا أعتقد الاستقرار والروح اللي حطها حسام في الفرقة
وهو مش بس روح على فكرة، لأن أنا كنت بتكلم في الموضوع ده قريب مع صديق لي حسام، مش بس روح اللي حطها في الزمالك، لا هو مدرب على أعلى مستوى، بيقرأ الملعب صح، فاهم صح، تغييراته بتبقى عن 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 فكر ووعي ودراسة للخصم بشكل كبير جدا جدا. حسام في فترة قليلة انت هتشوف هيبقى من احسن مدربين مصر. لا انا شخصيا اشهد يعني رغم ان انا اهلاوي، لكن انا اشهد ان الحقيقة على فكرة الزمالك السنة دي بعد حسام حسن حصل فيه طفرة كبيرة، واحنا بنسعد لما نبقى اهلاوية وشايفين الزمالك قوي، لان التوازن القوة ده هو اللي بيعمل المتعة للمشاهدين. اكيد كمان. وللأمانة حسام البدري نفس الحكاية، انا سعيد بيه جدا والله جداً. يا عمرو بجد سعيد بيه جدا وسعيد بالولاد الجداد. هاني شاكر ندمان على التصريحات اللي قالها للإعلامي القدير عمرو أديب في القاهرة اليوم بعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا؟ والله أنا سعيد أن أنت فتحت تاني الموضوع ده. أنا ما قلتش حاجة خالص من كلامك. أنا عايز أعرف أنت قلت إيه؟ ما قلتش. واعتذرت عليك. أنا ما قلتش. المشكلة أن أنا ما قلتش. أنا دخلت لما لقيت عمرو بيتكلم وبيقول في جرايد في طلع على النت بتقول ان في بعض اللعيبه ما اعرفش جابوا ايه في الاوتيل وعملوا الكلام الفارغ ده، ف واتهموا كل الفريق بانه عمل كده. انا لا يا رب، اتهم 5 أو 6 لعيبه عملوا ده. تمام. فانا اتكلمت وقلت يا عمرو لو الكلام اللي انت بتقوله ده مظبوط ولو اتحققت من ان هذا الموضوع فعلا صح، يا ريت نعرف مين اللي عمل كده، ويا ريت رئيس البعثة يقول لنا مين اللي عمل كده عشان ما يختلطش الحابل بالنابل. دي اعراض ناس وما ينفعش كل زوجة تبقى شاكة في جوزها ان هو اللي عمل العاملة اللي بعيد عنك المنايلة دي. ما ينفعش. فاحنا عايزين نعرف لو الكلام ده مظبوط، نعرف منك ومن رئيس البعثة مين اللعيبة اللي عملت كده فقط لا غير، وخرجت. انا ما قلتش اكتر من كده. الدنيا قامت، ما قلتش يعني انا حزين على كذا وعلى كذا وعلى كذا، ويعني ما كانش في اي استطراد في استطراد في الكلام اكتر من لا كده. هو في كلام اللي اتقال بقى ان اللعيبه دي لازم نحللها لما تيجي، والكلام اللي اتقال عن لسان عمرو هو نفسه كمان اعترف ان هو كان خارج يعني قال لكن انت كهاني شاكر انت شايف انك انت ما اخطأتش في حق الفريق القومي؟ لا 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 خالص، لان انا قلت له لو الكلام ده مظبوط يبقى اقول على الاخلاق يا رحمن يا رحيم. تبين ان هذا الكلام غير صحيح وعاري من الصحة. بس بس تماما. وانا زي ما بقول لك، وانا كان كلامي لان هو وقتها كان بيقول لو الكلام ده صح يبقى ما اعرفش بقى ايه السبب، عشان كده هم نزلوا لعبوا الماتش بتاع امريكا مش قادرين يجروا. هو الحقيقه قال كلام كتير عمرو، وهو عارف انه من يعني بغض النظر عن الدافع جواه انه الكلام اللي اتقال ده اتقال بحب واتقال غير على المنتخب. هو عمرو نفسه اعتذر بعد كده، لكن هو عارف انه كان مزودها قوي. فانا للاسف الشديد اتخذت في رجلي ولقيت ناس كتير قوي فرحانه انه في كلام وهجوم على هاني. طب ما تعالوا نهاجم كمان. عملت ايه؟ ولا حاجه يعني، وضحت رايي وكلمت سمير زاهر ولم يوضح هو حتى ان انا اتكلمت، كتر خيره. قلت له ايه؟ وكلمته هناك، كلمته على موبايله. قلت له على فكره الكلام اللي انت سمعته ده انا ما قلتوش خالص، والحلقه موجوده ولو عايز تنزل، وعلى فكره هو موجود على الـ على الـ على, الـ على النت يعني. قلت له انا كل الكلام اللي وصلك ومزعلك انت وحسن شحاته، هذا الكلام اتقال على لسان عمرو اديب مش على لساني. بس زي ما بقول لك، ولا هو كذب ولا يهمه انه كان يبرأ هاني، ولا اي حد يهمه انه يبرأ هاني. وكتر خيرهم ماشي، انا بالنسبه لي مش مشكله خالص. انا عرفت يعني، انا الناس عارفه انا قلت ايه، وده موجود على النت وخلاص، وخلصنا على كده. لكن يعني انا كلفت خاطري وكلمته هناك عشان اوضح، لان انا الكلام اذاني يعني. انا بيني وبينك خسرت بعد هذا الكلام؟ خسرت خالص خالص. لكن انا حزين على الصحافه اللي اتكلمت بدون ما تتاكد، وبدون ما يعني ما ينفعش يبقى كلام على لسان عمرو اديب. قالوا في قضيه هتترفع على هاني شاكر بعد هذا. قالوا ده في واحد محامي رفع دعوه عليك. لا ما رفعش، بس قال هيرفع يعني. وانا مستني اول ما يرفع عشان ارفع. هو يرفع وانا ارفع. ما هو يرفع انا اقعد ساكت؟ لا طبعا، لا هو يرفع انا ارفع. انا قاعد فاضي اصلا، اللي يرفع ارفع. والله احنا ناس طيبه قوي يا عمرو بجد.
الشعب المصري ده شعب طيب. بس برضه يبدو ان برضه ايه هو الخبر دس يعني, وكان في غرض منه تشويه لمصر وتشويه الفريق القومي. عارف وتبين هو يعني كلام فارغ وقله ادب من اللي كتبوا الكلام, واعتذروا هم هناك الصحافه دي اعتذروا. يعني قله ادب ان انا يعني اتبلى على ناس بهذا الشكل واجيب وقائع واقول الاسم ومش الاسم وفي لعيبه جم عملوا كذا. طبعا طبعا دي قله ادب, وكان لازم يبقى في اعتذار رسمي من, وده اللي حصل فعلا بعد. صحيح حصل اعتذار رسمي وعلى مستوى الصحيفه نشرت اعتذار لكن يعني لكن انت ما غلطتش يعني, انت ما قلتش حاجه تشعر انك انت اخطات فيها في حق المنتخب. هو هل انا اللي انا قلته ده هل في حاجه غلط؟ هو ده اللي انا قلته وده اللي تقدر انت تخش على الـ على الـ الـ النت تشوفه. انا ما قلتش اكتر من كده. انت كنت مره قلت ان انا بشعر بالظلم, قريت لك مره تصريح كده ان لعيبه الكوره او اللعيب لما بياخد جايزه الاعلام بيهتم بيه, لكن الفنان لما بياخد جايزه لا يتم الاحتفاء بيه زي الرياضيين رغم ان الكوره فيها بعض التعصب. أنا قلت حاجه زي كده. اقول لك انا قلت بتمنى ان الدوله تهتم بالفن زي ما مهتمه بالرياضه بس. على يعني اي اساس؟ على اساس انه يعني الاهتمام بالفن, الدوله لما تحس انها بتنزل بتقولها في الموضوع ده اكيد في حاجات كتير هتتصفى وهتتصلح اكيد. يعني انا لما اعمل قيمه للفنان واهتم بيه واسنده واقف وراه واشوف ليه هو ما بينشرش فن الفن المصري ده في كل البلاد العربيه, اعرف السبب ايه, اجيب الشركه دي المتحكمه دي واقعد اتكلم معاها. الفنان المصري ما ينفعش تتعاملي معاه بالشكل ده. يعني يبقى الفنان المصري مسنود زي ما الكوره والرياضه في اهتمام كبير بيها في الدوله. صحيح. بس فده اللي انا بقوله. لكن عمر الرياضه, وده وجهه نظري, الرياضه لو احنا فاهمين انها بتقربنا من البلاد العربيه, لا صحيح. يعني معظم المشاكل اللي بيننا من البلاد العربيه في الفتره الاخيره من خلال الرياضه للاسف الشديد, والرياضه عمرها ما كانت كده خالص للأسف. خالص التعصب هو اللي بيعمل طبعا الحقيقة. طبعا التعصب للاسف طبعا. لكن تعالى ما اجهزه الاعلام كمان يعني بتغذي هذه الروح. حفله في الجزائر بتشوف الجمهور بيعمل ازاي, اما بيوم بيعمل حفله في الاردن بيبقى الجمهور عامل ازاي, حفله في لبنان, حفله صحيح في سوريا. صحيح. بنتكلم عن سوريا وعن لبنان واستقبال الجمهور هناك. يعني عشان كده انا بقول اهميه الفن يا عمرو. الفن لو بجد انا بتمنى انه يبقى فيه اهتمام بالفن الغنائي المصري اكتر من كده, صدقني هيفرق كتير قوي. نسمع يا ريتني. نسمع يا ريتني. يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد, يا ريتني شعر عمرنا يتمد, يا ريتني عرفتك من زمان من زمان, ما كانش امل في حياتي اتهد, ما كانش الدمع جرح لي الخد, ما كنتش هعرف احزان ولا كان عدى العمر وفات, ولا كان تعب القلب اهات, كنت لقيتك وانت لقيتني, كنت هويتك وانت هويتني, يا ريتني. انا بندم على ايام اللي انا عشتها على كل سنين, انا بندم على احلام اللي حلمتها مع ناس تانيين, على ايام اللي انا عشتها على كل سنين, انا بندم على احلام اللي حلمتها مع ناس تانيين. لو كان قلبك معايا, لو كان هواك هوايا, قلبك معايا هواك هوايا, كنت حبيع الدنيا بحلها وحبك كان كفاية, ولا كان عدى العمر وفات, ولا كان تعب القلب بشعر ان في تشابه في اغاني هاني شاكر. ليه؟ في المود, في الكلمات, او في المود يمكن, او في الالحان شويه بتحس بده؟ لا انا ما بحسش بده, لكن انت ممكن كمستمع قد تكون بتحس بده, لانه يمكن انا في فتره طويله الفتره اللي فاتت دي كان كل ما بيصور لي بيصور الاغاني الدراما
فيمكن اتاخد عني انه انا ما بركزت اكتر اللي في الاغاني الدراميه، مع ان ده مش مظبوط خالص. ويمكن انا بقالي مثلا 3 4 سنين واخد بالي من الحته دي اكتر، لان يعني هو كان في موجه غلطه وتخسري ولو بتحب، وكل الاغاني اللي كانت بتصور لي فيديو كليب كان معظمها دراما. فابتديت اخد بالي، او يا ريتني، مع ان يا ريتني مش دراما خالص، لكن هي فيها شجن، فيها الـ 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 يعني الـ الـ الشجن الكلاسيكي ده، غير الاغاني الريتميك السريعه. فبعد كده اهتميت بالحته دي، ابتديت اصور، يعني صورت بحبك يا غالي، بحبك انا، حبيبي حياتي، انا قلبي ليك، الاغاني اللي هي برضو ايه بيبقى فيها، مش لازم يبقى فيها دراما بمعنى او دراميه بشكل كبير يعني. طب بالنسبه بقى لو بتحب حقيقه، عشان نبقى في الدراما برضه، بما انها في الدراما انا بحب الدراما. ايوه يا سيدي، شفت بقى. بس خلي بالك، انت يعني انت بتنبغ في الاغاني اللي فيها دراما يعني، وبتقدر انك انت تبدع فيها بشكل كبير جدا. انا عايز اقول لك يعني ناس كتير جدا من اللي بشوفهم بيستنوا الاغاني الدراما اللي انا بعملها في الشريط. صحيح. صحيح. مع ان شوف انا وانا منهم على فكره. طب شفت بقى يعني انا من معجبينك في الدراما اكتر. لو بتحب حقيقي صحيح، كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء، تحكم ظلم ازاي في بريء، وتسيب قلبي لوحده غريق في الطيار. لو بتحب حقيقي بقلبك، كنت عرفت ازاي على حبك، كنت ما تترددش ثواني انك تسكن بين احضاني، مش في دقيقه تروح تنساني بدون اعذار. لو حبيتني ما كنتش تقدر تخدع قلبي في حبك اكتر، اكتر ما تحملت غيابك واستنيت بدموع على بابك، يبقى نصيبي أعيش في عذابك ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار. الله 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 الله. علاقتك ايه بالفنانين الكبار زي الأستاذ محمد عبد الوهاب؟ احكي لي عن علاقتك بيه. والله يا أستاذ عبد الوهاب أنا ما شفتوش كتير، يعني ما تقابلناش كتير، تقابلنا يمكن مرتين ثلاثة. مرة منهم طبعا اما عملت معاه نشيد الفن، كان مع الفنانة العظيمة وردة وياسمين الخيام، الأستاذ محمد أنديل وأنا. الكلام ده في السبعينات يمكن، أو في أوائل الثمانينات. واللقاء الثاني كان لما طلبت منه أن أنا أغني من غير ليه، ورحت له والحقيقة وافق لي أنه أن أنا أغنيها وأنها تنزل في الشركة عندي، بس هو كان له طلب أنه يعني تتغنى لايف على مسرح، ما تتسجلش في الاستوديو يعني. ليه؟ انا وقتها حسيت انه يعني بيصعب المساله عليا اكتر، لكن صدقني انا يعني بحترم رايه جدا جدا، لانه هو غناها في الاستوديو. يعني هو اما رحت سالته صراحه، قلت له استاذ عبد الوهاب طب انا اخشى ما اخشى ان ما تطلعش بالشكل اللي انت تحبه على المسرح. قال لي لا، انت تقدر تغنيها على المسرح، لكن انا ما اقدرش اغنيها على المسرح، فلازم يكون في فرق مما بين انت تغنيها او انا اغنيها. انت هتقدر تغنيها على المسرح وتطلع حلو. وفعلا يعني ده كان تحدي بالنسبه لي. انا كلمت الاستاذ احمد فؤاد حسن الله يرحمه، وابتدينا نعمل بروفات، وغنيتها في رمضان، عملت لها اتعمل لها حفله مخصوص في مسرح الجمهوريه. صحيح. وتسجلت الغنوه وطلعت في منتهى الجمال، من احلى الاغاني اللي غنيتها في حياتي كانت من غير ليه. ممكن بقى نسمع من غير ليه بس على العود؟ حاضر. حبيبي حبيبي يا حبيبي 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 يا حبيبي حبيبي حبيبي، كل ما فيك
يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي شعرك ليلي جبينك قمري شعرك ليلي جبينك قمري حبك رحلة عمري 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 وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هناك تنهي ده تنهي ده تنهي ده من القلب اللي من الخوف من الخوف ماخلي وقول يا فرحة اتمهلي وقول يا فرحة اتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تغنى مهما تغنى برضو برضو مبتلي. الله. معلش انا نسيت العود شويه يا عمرو معلش. لا لا هايل هايل هايل. كلمات زمان كان فيها فيها رونق فيها احساس فيها معنى فيها قيمه فيها احترام للمراه فيها فيها تقدير للطرف الاخر اللي بتحبه. دلوقتي في مواضيع غريبه جدا بتسمعها يعني اغرب حاجه سمعتها ايه؟ في حاجات كتير يعني حاجه استفزتك قوي ايه؟ ما بلاش بقى عشان ما نزعلش الناس. لا 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 يعني عايز اعرف يعني بالعكس نفكرهم بال بال لا في كلام كتير او بجد يعني يعني زي مثلا افكارك خليها تاكلك مثلا يعني افكاري خليها تاكلك خليها تاكلك في اغنيه كده؟ طبعا طبعا افكاري خليها تاكلك طبعا طبعا انا بحب تامر جدا جدا لكن يعني انا بتمنى ان هو يعني ياخد باله من اختياره الكلمات اللي بيغنيها لازم لازم يعني شوف انت مستغرب انت ما سمعتهاش؟ لا ما سمعتهاش ما شفتهاش وهي افكارها بتاكلها في التلفزيون ولا حاجه؟ لا ولو كنت سمعتها كنت هقول تامر يعني افكارك انا قلتها له في حلقه قبل كده يعني يعني انا بحس ان النهارده جيل لا بتسمع حاجات غريبه كتير الشباب الناجح عليه مسؤوليه كبيره كتير كده بالظبط بالظبط عليه مسؤوليه انا بقول النجاح عشان بيأثروا في شباب صغير بالظبط اللي ربنا مديهوله ده لازم يعني يراعي ربنا اكيد في في الولاد الصغيرين اللي بيحبوه. لكن انت ايه رايك في تامر حسني كمطرب؟ لا مطرب رائع رائع وانا بتمنى انه يركز بس في الغنى ولو حب يعمل الحان لكن ما ينفعش يعمل الثلاثه انه يغني ويالف ويلحن ودي نصيحه اخ بحبه بجد هو عارف ان انا بحبه بجد. عمرو يعني دياب عمرو دياب فنان ذكي اخبار علاقتكم ببعض انت وعمرو دياب انا عارف زمان ما كانتش ولا بد العلاقه لا بالعكس كويسه لا احنا مش هقول لك اصحاب قوي لكن احنا الاثنين اذكياء بنحترم بعض جدا وكل واحد فينا مقدر الثاني قوي قوي لما بشوفه بصدفه في اي مكان عمرو صاحبي وحبيبي وكنا يمكن في وقت من الاوقات كنا بنلعب كوره مع بعض كتير يعني لكن الحياه والدنيا خدتنا ومشاغل خدتنا ما خلتناش نتقابل مع بعض كتير لكن انا بحترم دماغ عمرو وبحترم فنه جدا جدا هو ذكي جدا الحقيقه جدا جدا ومحافظ على نجاحه بشكل ويكفي كبير ويكفي يا عمرو يكفي بجد ان ما فيش كلمه من اغاني عمرو دياب تحس انها ممكن تخدش حياة حد دي حقيقه دي حقيقه ودي شهاده لازم يعني يعني صحيح. تتحط في عمرو شاطر ان هذا النجاح الكبير الرائع بفن راقي وعمل لنفسه بفن مكان محترم. مكانه كمان طبعا متميزه قوي الحقيقه بفن راقي وفن محترم اكيد مين تاني بيعجبك كتير انا بسمع الكل سواء جداد او قدام يعني المفروض ان يعني ان الفنان يسمع لكل الموجودين
لا في اصوات كتير حلوه وفي فنانين جمال, مصر مليانه على فكره, وفي في البلاد العربيه طبعا نجوم كبار. بص يا عمرو, يعني انا بدي ودني وبسمع لكل فن جميل, فن راقي, لان هو الفن يبقى لازم يبقى صفه الرقي تبقى مواكبه لي, والا ما يبقاش فن, يبقى اي حاجه تاني. الوالده كانت شايفاك ازاي الله يرحمها؟ يعني هي طبعا كانت متتبعه كل خطواتك, كان دورها ايه وموقفها ايه في حياتك؟ لا دورها مهم, وبتدعي لي وبتتابعني, وبتبقى لما بيبقى عندي حفله بتسهر عشان تسمعني. في مره كده رحت رميت نفسك في حضنها وقعدت تعيط كتير كتير كتير؟ امتى مثلا بجد؟ لا كتير. صحيح اصعب موقف كان ايه؟ لا على فكرة أنا كنت بحب حضنها من غير ما يبقى أنا عندي مشكلة, من غير ما يبقى ممر بمشاكل, لكن كنت كل ما أروح لها أحبها أنها تدلعني, أقعد في حجرها وأخش في حضنها كده تدلعني. هي يمكن يا حبيبتي السنتين ثلاثة الأخرانيين دول تعبت قوي قوي قوي, فما كانتش بتقدر تجيلي كتير زي ما كانت بتقدر تتحرك الأول, فكنت أنا اللي دايما ببقى عندها, وكنت احبها زي ما بقول لك تدلعني وترقيني, وانا صغير كنت اقول لها تعالي ارقيني يا ماما, اقري لي قران وارقيني. فهي الاله يعني علمتني حته الرقوه دي كمان. في عيد الام 21 مارس 2009 فقدت والدتك. الله يرحمها. شعورك كان ايه؟ مفيش كلام يعبر بصراحه, مفيش كلام يعبر عن انك تفقد امك, وهي بالتحديد كان لها دور كبير في حياتي الحقيقه. عايز اقول لك من صغري هي اللي كانت متحمله هي اللي شجعتك المسؤوليه, وهي اللي بتشجعني وبتوديني. كانت بتلعب بيانو يا الله يرحمها. بسيط كده سماعي. ف يعني وكانت مرافقه ليا في بدايه حياتي الفنيه على طول, ما كانتش بتسيبني لحد ما اتجوزت نهله وسلمتني بقى لنهله, وبقى دورها بقى يعني من بعيد لبعيد كده تدعي, ولما تقرا حاجه تضايقني تكلمني وتقول لي نعمل ايه وتفكر معايا. هي مش بس ام الله يرحمها, هي كانت مستشاره كمان بجد, كنت احب اسمعها شغلي قوي الجديد اللي بعمله. غنت لها؟ وتقول رايها. كنت بتغني لها؟ بغني لها طبعا. طبعا دي ست الكل دي. غنت لها اكيد إيه؟ كتير حاجات كتير قوي قوي, وكنت زي ما بقول لك ببقى حريص لما بعمل اي شغل جديد ان انا اجيبها ونقعد هنا نقعد نسمع في البيت هنا الاغاني الجديده وتقول لي رايها, لان هي فعلا فنانه بالسليقه يعني. ربنا يرحمها يا رب, ربنا يرحمها ويرحم كل ام. الله يرحمها. ولا قادر أشوف غير قلبك جوايا, والحب لا بداية ولا نهاية, ما يهمناش ولا أي لوم, كل يوم يكبر هوانا في قلبنا, حاسس معك طعم الأمان, كلك حنان فيه ولا مليون سنة, ما يهمناش ولا أي لوم, في كل يوم يكبر هوانا في قلبنا, حاسس معك طعم الأمان, كلك حنان فيه ولا مليون سنة, وإزاي أعيش يا حبيبي من غيرك, طعم الحياة أحزان من غيرك, إزاي أعيش يا حبيبي يا حبيبي, طعم الحياة أحزان من غيرك, طعم الحياة 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 أحزان من غيرك.
كلمني عن حياتك العائلية، كلمني عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك. هم كل حاجة في حياتي، يعني نهلة ودينا وشريف ربنا يخليهم لي يا رب. وطبعا الأحفاد الجمال بقى، أنا مش قادر أقول لك ما شاء الله السعادة اللي دول ولاد دينا. طبعا ربنا يخليهم لك، اللي عاملينها لنا في حياتنا كلها. بس كبروه كده بقيت ديدو ملوكة. لا 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 لا، ديدو ملوكة دول 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 حاجة تانية خالص في حياتي بجد. صغروني 20 سنة عايز أقول لك، يعني بجد أنت ما بتكبرش على فكرة. بس أنا أنا بس عايز أقولها لك بقى قدام الناس عشان أكبر الناس عارفة. الله أكبر وصغروني 20 سنة. الله أكبر وصغروني 20 سنة. لا بجد ملوكة. جوزت على الحب؟ طبعا طبعا، حب وعقل. يعني فعلا نهلة لفتت نظري وحبيتها وحبيت تفكيرها قوي، حبيت عقلها قوي، وحبيتها هي كإنسانة بشكل، يعني عايز اقول ايه، كان متوازن ما بين العقل والقلب. غيورة خالص خالص خالص، ولو غيورة ما كناش استمرنا مع بعض على فكرة خالص. لا هي عاقلة جدا جدا، وعلى فكرة وده اللي المفروض ان تكون زوجة الفنان، يعني تبقى دي صفاتها. يعني ما ينفعش تبقى غيورة، لان انت واخدة فنان، الفنان لمعجبين ولمعجبات، لازم تبقى هي مقدرة لده. وانا بأمانة برضو انا ما بديهاش فرصة تغير يا عمر. يعني انا ما عنديش حاجة في حياتي سر، ما بعملش حاجة تخليها تغير. أيوة. عشان أخف عنها ده، لأن أنا عارف إن ده عبء وحمل، فأنا براعي ربنا فيها بصراحة بمنتهى الأمانة كمان. يعني هي عارفة علاقتي بجمهوري، عارفة علاقتي بالناس، أنا ما عنديش حاجة أخبيها، ما عنديش حاجة بعملها من وراها. إحنا أوقات كتير قوي أما نبقى مثلا تحضر لي حفلات بره في أي بلد عربي، فيجوا الولاد والبنات والنبي عايزين نطلع المسرح عشان نسلم عليه ونبوسه وكده، هي اللي تاخدهم من إيده وتقعد تقول للولاد بتوع الأمن وبتاع معلش لا عشان خاطر أنا، خلوهم يطلعوا يسلموا عليه ويبوسوا. فلا هي متفهمة قوي يعني إيه إنها واخدة فنان له معجبين وله معجبات وكده، وده واجبه إنه لازم يعني يكون ظريف ويعامل معجبينه بشكل كبير كويس. هاني يمكن طبعا جمهور معريض من جمهورك ما يعرفش في انك انت مريت، وبعضهم بيعرف مريت بظروف صعبة جدا الفترة اللي فاتت. انا يمكن كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في البرنامج، كنت انت مسافر لما كانت دينا بنتك كانت مريضة واصيبت بمرض خطير وخدتها وسافرت فرنسا قعدت فترة طويلة. احكي لي عن هذه التجربة يا هاني. هذه تجربة صعبة قوي. يعني 2009 على فكرة كانت بالنسبة لي كانت سنة كبيسة جدا جدا. يعني ماما الله يرحمها ماتت في شهر 3. عايز اقول لك احنا دينا ابتدت تتعبها وكان في رمضان في شهر 8 اعتقد. احنا ما كناش عارفين عندها ايه الحقيقة، وكان في تخبط كبير ما بين اراء دكاتره كبار في مصر في تشخيص الحاله، لانه اتضح فيما بعد انه النوع اللي جال دينا نوع نادر جدا، ما يجيش في المنطقه دي وما يجيش للسن ده خالص، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني سافرنا وقعدنا تقريبا شهر هناك بيعملوا في تحاليل وبيعملوا فحوصات عشان يعرفوا نوع بالظبط ونوع وجاي منين، عشان هم لو ادوا كيموثيرابي الكيماوي اللي بيدوه ده لازم يبقوا عارفين نوع ايه عشان يقدروا يدوا له النوع اللي يقدر يسيطر على الورم ده. فلا شفت يوم صعب قوي قوي قوي، ربنا ما يوري حد يا رب، لانه يعني انك تشوف اعز حد عندك ده صعب جدا لما تلاقيه بيتألم حقيقي. صعب جدا تبقى شايف قدام عينيك حد انت بتعشقه مليان ألم. صعب جدا تبقى شايف كل دمعة من دموعه
نزل حيرة من عيني من غير كلام. صعب جدا فعلا زي ما بقولك يا عمر، شيء غريب انه يجي بالشكل ده وبالحجم ده وفي السن ده وفي المكان ده. كان هم نفسهم سبحان الله، دي كانت لسه يعني مخلفة قبلها فترة بسيطة هم نفسهم لسه قبلها متجوزة ويعني بالضبط بالضبط لسه ولادها كانوا. انا حسيت انك يعني انت كنت مش مهموم يعني، وانا بكلمك في باريس كنت انا كنت لا انا كنت خلصان بصراحة وما بحاولش ان انا ابين لها على قد ما اقدر طبعا يعني، لانه انت لازم تديها القدرة على المواجهة وعلى الـ ان ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد وفي امل اكيد، مدام ربنا موجود يبقى لازم يكون في امل. ربنا يحفظها لك يا رب يا رب. واحنا كانت قلوبنا معاك كلها الفترة دي، ربنا يخليك. وانا عارف قد ايه انت كنت يعني بتمر بمأساة شديدة، وفي كل مرحلة بالتحاليل وانت بتقول لي انا منتظر بكرة تطلع نتيجة التحاليل عشان نعرف نوع الورم. انا مش عارف اقول لك ايه كمان، انت على متابعتك ليا و... لا يعني والوالد عندك ويعني بجد ربنا ما يحرمني منكم يا عم. لا لا الناس كلها بتحبك، انتوا عيله يعني، يعني احنا فعلا اهل واصدقاء واصحاب الناس كلها بتحبك يا رب يخليك. انت انسان جميل والحقيقه يعني احنا كلنا تاثرنا جدا، ومصر كلها والناس. انا بعد ما زعت الخبر في البرنامج وقلت يعني قلوبنا معاني، الناس كلها كانت متاثره جدا قد ايه، والناس كلها بتدعي لك وكنا في رمضان لله. ويعني الحقيقه ربنا يبعد مرض عنهم يا رب يا حبيبي. ولا زي ما بقول لك دي دعوه جميله، او ما حدش يشوف حاجه وحشه ابدا في اي حد عزيز عليه يا رب ان شاء الله يا رب. بتشوف تعامل الصحافه مع مرض دينا ازاي؟ هل في حدود مفترض ان الصحافه تقف عندها، ولا والله النشر كان يعني كان مقبول بالنسبه لك؟ لا مش كله كان مقبول يعني. ايه اللي عجبك؟ ايه اللي ضايقك مثلا؟ لا في حاجات ضايقتني، لانه يعني في تفاصيل ما ينفعش تبقى على صفحات الجرايد، ما ينفعش يبقى الكلام فيها على صفحات الجرايد. يعني برضو المرض له حرمه والاسره لها حرمه والفنان مهما كان هو فنان والمفروض انه شخصيه عامه وكله، لكن كل حاجه لازم يبقى لها حدود. يعني تفاصيل مرض دينا وتفاصيل حاله دينا ده ضايقني يعني انا ما كنتش احب ان يبقى ده يتكتب على صفحات الجرايد بصراحه. يعني ما ينفعش يتكتب كده، ما ينفعش يتقال كده. بس يعني مشكورين كل الناس اللي كتبت ده، ولما انا جيت عاتبتهم اعتذروا يعني عايز اقول لك الـ 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 الانطباع العام الحمد لله انه الناس كلها متعاطفه معايا، وان يمكن هم عملوا كده برضو ده دليل حب ودليل اهتمام. لكن قد يكون الاهتمام ساعات بيجيب نتيجه عكسيه، او انك انت تكتب في تفاصيل الموضوع اللي انت مهتم بيه ممكن يكون ده يجيب نتيجه عكسيه. في اي راي اتنشر ضايقك؟ يعني انا في حاجات قريتها ضايقتني انا شخصيا. طبعا اللي ضايقك ضايقني يعني تفاصيل حال يعني الدين، يعني محاوله التشكيك انك انت مش جنبها مثلا في الفتره دي مثلا مثلا يعني قريت. لا بس قريت ده، بس ده يعني ده ضايقني. لكن اللي ضايقني اكثر يعني وصف حال الدين بعد ما ابتدت تاخد العلاج. لا ما ينفعش ما ينفعش. صحيح. وعلى رايك انا ما كنتش عارف اعمل اي حاجه في حياتي. ما ينفعش يتقال عني ان انا بنزل اعمل حفلات وبنزل اغني وبروح اتفق على شريط جديد مع شركه روتانا. جابوا الكلام ده منين؟ وبعمل حفلات مع روتانا فين؟ وانا اساسا ما فيش اي تعاقد بيني وبينهم، ولا في اي اتفاق بيني وبينهم لاي حاجه، ودي مش حقيقه. يعني اللي يكتب ده يا عمرو لازم يتاكد. صحيح. لازم اسال مين المقربين لهاني، هو فعلا هاني سايب بنته بتتعالج وداير يغني؟ يعني لازم، ده سؤال بسيط جدا. ولو كان اللي كتب الكلام ده سأل أي حد من المقربين ليا اللي بيكلموني على طول، زيك أنت إنسان موثوق في رأيه وعارف أنك صاحبي وعارف أنك أنت بتتابع معايا، ما كانش ينفع يكتب الكلام ده. إن شاء الله نطمن عليها بعد آخر تحاليل إن شاء الله، يا رب بالسلامة يا رب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. كان مين فيكم بيحاول يخفف عن التاني في العملية القاسية دي؟ والله إحنا الاتنين دينا كمان جدع قوي يا عمرو، ربنا يحميها يا رب. يعني بجد اتحملت الموقف بصراحة، وربنا يا رب يعني
يكمل جميله معانا ويتم الشفاء نهائي يا رب ان شاء الله. آمين. لا هي كانت جدعه قوي في الموضوع ده بجد. وانا بحاول طبعا على قد ما اقدر اذا كنت انا بايظ من جوه، لكن ما بحاولش ابين لها ده طبعا قدامها خالص يعني. بتحلم بايه هاني؟ بتفكر في ايه بكره؟ المستوى الشخصي انا بتمنى سعاده لدينا، وربنا يحميها يا رب ويحفظها ويخلي لها ممدوح جوزها، لانه ابني يعني فعلا ممدوح الفتره اللي فاتت دي، ربنا يحفظه ويحميه يا رب. اثبت لي قد ايه هو بيحب دينا وبيحبنا كلنا، واحنا كمان بنحبه قوي قوي بجد. ربنا يحفظه ويحميه يا رب. ربنا يخلي دينا وشريف واشوفهم احسن الناس واسعد الناس. مجدي ومليكة، ديدو وملوكة بقى، دول سكر الحياة يعني. مش قادر اقول لك قد ايه وجودهم في حياتنا حل حاجات كتير قوي في المستقبل. بتمنى من كل قلبي يا رب اشوفهم احسن الناس واسعد الناس واصلح الناس لنفسهم ولبلدهم يا رب ان شاء الله. هاني، الاغنية الدينية فين في حياتك؟ موجودة كتير. ايه يعني ايه اجمل اغنية دينية انت غنيتها؟ بتحس ان في حاجات كتير، هو مش غنوة، ادعية دينية. يعني عملت ادعية كتير. ممكن اسمع حاجة منها؟ تفتكر حاجة منها؟ ما افتكرش للأسف، لانه يعني ولا حاجة من القديم حتى؟ من القديم لا افتكر طبعا. يا رب نجح قصدنا، يا رب واشرح صدرنا، يا رب واشرح صدرنا، انت الكريم واحد احد، يا رب. انا للاسف معلش ناسي الكلام، هي مشكله الاغاني الدينيه انها ما تغناش في حفلات كتير. فانت بتسجل الغنوه وممكن ما تسمعهاش الا مره مرتين بعدها. صحيح. احنا دايما في نهايه برنامجنا بطلب من ضيفي ان هو يتبنى مشروع خيري ويدعو الناس لانهم يتبنوه او يتبرعوا ليه. انت النهارده من خلال واحد من الناس تحب تتبنى ايه وتدعو الناس ليه؟ انت عارف ومتكلمين في الموضوع ده قبل انت كده. اللي هتقول. الحقيقه مستشفى ابو ريش الحقيقه علاج الاطفال من المستشفيات اللي كلنا لازم ندعمها ونقف جنبها ونساعدها في كل الاعمال الخيريه اللي بتعملها. كل القائمين على المستشفى الحقيقه انا بشكرهم وبدعي لهم يا رب يخلي كل اللي بيعملوه ده في ميزان حسناتهم. انا وعدتك وبقول على الهوا تاني ان شاء الله، فاقرب فرصه اول ما ارجع مع دينا من السفر باذن الله هنعمل لهم حفله يا عمر باذن الله في الاوبرا، ويكون دخلها لصالح المستشفى باذن الله يا رب ان شاء الله. وانا تحت امرهم في حفله واثنين وثلاثه وعشره، يعني انا الوعد ده مش بس في حفله وخلاص، لا كل ما يعوزه يتعمل حفلة عشان يكون في تدعيم ودعم مادي لحاجة هم عايزينها في المستشفى أنا تحت أمرهم. الحقيقة يعني أنت ليك مواقف إنسانية يعني جميلة في البرنامج، مش عايز أقولها عشان أنت أنا ما كنت بتطلب دوات الحقيقة، فأنا يعني مش هقول ده، لكن زي ما أنت قلت فعلا يعني مستشفى أبو ريش للأطفال تحتاج كل دعم، لأن هي المستشفى طبعا الوحيد اللي بيعالج جميع الأطفال، أطفال مصر بالمجان، الأطفال الفقراء وما أكثرهم في مصر. إيه تاني بتدعو الناس ليه؟ لكل عمل خيري يعني، مش بالضرورة يعني عايز أقول إيه عمل بعينه، لكن أنا بحس الناس في مصر لأن إحنا بجد البلد محتاجة، في كتير ناس محتاجة مساعدة، في للأسف الشديد الظروف الحياة اللي إحنا عايشينها النهاردة، الملوثات اللي إحنا بنتنشقها وبنشربها وبناكلها بجد عامله حاله من الـ 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 الامراض المستعصيه ما كانتش يمكن موجوده من 20-30 سنه. صحيح. بحس الناس وبقول لهم اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. هم اكيد مش مستنيين كلامي، لكن ربنا يقدرنا جميعا يا رب، وكلنا نشوف فعلا اللي محتاج مساعده
نساعده وما نتأخرش على أننا نساعده إن شاء الله بإذن الله يا حبيبي. أنا بشكرك جدا هاني على الحوار الجميل الممتع ده. أنت نورتني وشرفتني واحد من الناس وأنت واحد من الناس فعلا اللي أنا بقدر. والله أنت الواحد من الناس يا عمر جميل وربنا ما يحرمنا منك ولا من برامجك الجميلة أبدا يا عمر. بشكرك جدا يا حبيبي. شكرا. كان معاكم الفنان الجميل والإنسان هاني شاكر في واحد من الناس.